الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالتعاون مع مديرية ثقافة جرش حبينا نقدم لكم ورشة تصنيع خروف العيد، وكل عام وأنتم بألف خير بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. خلينا حبايبي نتعرف على المواد اللي رح نحتاجها في تصنيع الورشة. في عنا رح نحتاج فرد السيليكون، رح نحتاج ورق فوم لونين اللي هو الأبيض والأسود، رح نحتاج زي ما انتو شايفين كيس بوشار، بعض العيدان الخشبية، رح نحتاج لاصق، رح نحتاج حلوى، بعض العيون، وطبعا اذا ما توفر عنا عيون ممكن نحط خرز او احنا نعمل هاي العيون، رح نحتاج مقص، قلم رصاص، رح نحتاج زي ما انتو شايفين هون عنا قطن، ورح نحتاج قطن الدينين، رح نستعملهم بهاي الطريقة، ورح نحتاج بعض كاسات البلاستيك. تعالوا معي حبايبي اعرفكم على بعض النماذج اللي رح نعملها اليوم. في عنا هذا الخروف، في عنا هذا النموذج من كيس البشار زي ما انتو شايفينه، في عنا هذا النموذج اللي احنا استخدمنا فيه كاسات البلاستيك، في عنا بعض النماذج اللي من قطن الدينين، في عنا هذا زي ما انتم شايفين حاطين حلوى العيد على الخروف. تعالوا معي نتعرف على الخطوات كيف بدنا نصنع خروف العيد. والان تعالوا معي حتى احنا نتعرف على هذا النموذج من الخروف اللي استخدمنا فيه قطن الدينين، بدنا نمشي خطوة خطوة كيف بدنا نعمل الخروف. اول اشي زي ما حكيت لكم رح نحتاج ورق فوم، هذا ورق الفوم الابيض اللي هو رح نعمل فيه جسم الخروف. تيجوا معي رح نعمل رسمة بالشكل بيضوي اللي رح نلصق عليها قطن الدينين، رح نستخدم هاد معنا جسم الخروف. طبعا رح نجيب قطن الدينين زي ما انتو شايفين، رح نعمل بهاي الطريقة، رح نستخدم هاي الأشكال. والحمد لله كثير. بعد حملكم هيا هون، رح نجيب قطن الدينين ونركبهم على جسم الخروف زي ما انتو شايفين طلع معانا بهذا الشكل، واضح معكم؟ احنا هون حطينا كل قطن الدينين، بعديها حطينا صف ثاني بطريقة مرتبة في كمان من الوسط، فهذا صار عنا جسم الخروف. تعالوا معي خلينا نتعرف كيف بدنا نرسم رأس الخروف ويطلع معانا بهذا الشكل. طبعا رح نستخدم الفوم اللون الأسود لرأس الخروف. أنا رسمت لكم الرسمة هون خفيفة، بس حابة أعلمكم الرسمة جدا سهلة، ممكن نعملها هيك بالميلان، أو ممكن أنتوا تعملوا رأس الخروف بالشكل اللي أنتوا بتحبوه. هاد صار معانا رأس الخروف، بس بدنا نجهزه هنا. نجيب زي ما انتو شايفين حكينا القطن، ممكن نحطها كاملة وممكن ناخد جزء منها، بنلزقها بفرد السيليكون. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. نيجي لمرحلة
العيون نختار عينتين. بدنا نكون حريصين زي ما حكيت لكم لانه السيليكون بيكون حار. والحمد لله كثيرا. حكيت لكم اذا ما عندنا عيون ممكن نحط ازرار، ممكن احنا نرسم على الفوم الابيض ونحط عليهم يعني ممكن نرسم دائرة. الله اكبر لا اله من اللون الابيض ونحطها عيون للخروف. هلا عندنا مرحلة انه نحط راس الخروف على جسمه. ممكن تعملوا هيك، ممكن تعملوا هيك، ممكن تعملوا حابين انكم تعملوا بهاي الطريقة. الحمد لله كثيرا. بنجيب نفس الشيء عندنا السيليكون. بنحاول نثبته. ولله الحمد. بضل عندنا رجلين الخروف. والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. وفي عندنا النموذج الخروف مع البشار، يعني فكرتين حلوين، خروف وبشار اشي مفيد للاطفال، ممكن نوزع على الاطفال اللي بيجوا عندنا خلال العيد. الفكرة كتير بسيطة، عملنا بشار حطيناه داخل الكيس واغلب الاطفال بيحبوا البشار. طبعا نعمله بهاي الطريقة. ومو شوي علمتكم انا كيف نعمل وجه الخروف، ممكن بهاي الطريقة، ممكن بهاي الطريقة، يمكن نحط القطن، ممكن من ورق الفوم. فكرة بسيطة جدا، فقط بنحط سيليكون. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله. خروف زي ما أنتم شايفينه هو عبارة عن كاسة، بس رح نحتاج بعض المواد رح أوضح لكم إياها لأنه فكرته شوي بتختلف عن الفرفان الثانية. رح نحتاج كاسة، رح نحتاج كيس حتى إحنا نعبيه داخل الكاسة ويصير عنا انها تصير ماسكة شوي انها ما تفلت معانا. وطبعا رح نحتاج الفوم زي ما انتم شايفين. رح نجيب الكاسة هون. الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. تمام هيك؟ هلا رح نعبي جسم الخروف في القطن. زي ما حكيت لكم هذا القطن ممكن نحطه بهذا الحجم الكبير نعبيه، وممكن لا، القطن نعمله بطريقة كثير صغيرة، نعمله هون دوائر وغيره. طبعا رح نلصق بالسيليكون. والحمد لله. نحطهم هون. نمشي مرحلة مرحلة بنعبي. رح نضل نلف بالقطن كامل لحد ما يتعبى كله عنا قطن. طلعت عنا الكاسة بهاي الطريقة زي ما انتو شايفين. كمان مرة هون كانت الفتحة تاعت الكاسة، عبيناها كياس او فاين او ورق عشان تصير ماسكة معانا. عبينا القطن الكامل زي ما انتو شايفين. زي ما حكينا من البداية راس الخروف عنا جاهز. ممكن نعمله هيك، ممكن نعمله بهاي الآلية، ممكن تعملوه بهذا الشكل، ممكن تعملوه هيك، اللي بتحبوه يعني اللي بتشوفوا الشكل المناسب. بدنا نحط راس الخروف بعديها نرسم ايدين الخروف زي ما انتم شايفين السيليكون. هيك صار عندنا جسم الخروف جاهز، صار عندنا جاهز. بس بدنا نرسم الايدين مثل هذا الشكل او بالشكل اللي انتم بتحبوه.
لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله. وهيك أحبائي كانت ورشتنا اليوم ورشة تصنيع دمعة خروف العيد، بتمنى إنها تكون نالت إعجابكم، وكل عام وأنتم بألف خير بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. خروفي يا خروفي يا لابس بدلة صوفي يقر من واربع رجلين تاكل.